نحن الآن في بطحة قريش، أحد الأحياء الجميلة في مكة المكرمة، وتقريبا يعتبر من الأحياء الراقية الأقرب للحرم المكي الشريف. الحرم المكي الشريف يبعد عن هذه النقطة تقريبا 5 كيلو إلى ساحات الحرم المكي الشريف. هذا أول ما يبدأ معنا ممشى بطحة قريش، وهو الممشى الأطول في مكة المكرمة، تقريبا يمتد إلى 3 كيلو متر أو 5 كيلو متر. هذه بداية الممشى، وراح نغطي معكم الجزء الثاني من الممشى إذا كان غير مكتظ بالزوار. نواصل معكم في تغطية الحي. طبعا حي بطحة قريش حي كبير. هذا الجزء الثاني يبدأ من بعد الشارع العام هذا، لكن أعتقد صعب نغطيه مشي. هذه كما قلنا بداية الممشى المنظم والمرتب، وأغلب سكان الحي يمشون في هذا الجزء من الممشى. شاهد معي جبل ثور، ما شاء الله مطل إطلالة جميلة على حي بطحة قريش. حي هادئ وجميل ومنظم ويعتبر حديث وقريب للحرم المكي الشريف. هذا بيغادر مكة طالع ولا أروع، ما شاء الله تبارك الله. شاهدنا معكم جمال حي بطحة قريش، وهذه الأحياء المنظمة والشقق والفلل السكنية، أحد الملاعب والأماكن الترفيهية في حي بطحة قريش. طبعاً ما شاء الله هذه الإطلالة الجميلة لحي بطحة قريش تعتبر مميزة وجميلة، خصوصاً أننا نشاهد حي منظم، جميع الخدمات متوفرة في هذا الحي. بعد ما كنا في أحد الإطلالات الجميلة شاهدنا أروع صورة لحي بطحة قريش. راح ناخذ جولة في الشوارع الرئيسية في بطحة قريش، ثم ننتقل إلى ملحق بطحة قريش. كما قلنا هذه من الأحياء الجميلة والقريبة للحرم، تعتبر أسعارها مرتفعة عن باقي الأحياء. بحكم حداثتها وقربها للحرم. نشاهد جبل ثور أمامنا الآن.
طبعا هذا يعتبر كامل الحي. خلينا نشوف اذا حصلنا مخرج الى الشارع الخلفي، ممكن راح نشوف اطلالات جميلة على الحي. ناخذ يمين، طبعا امامنا خلاص المخرج الى الدائري الرابع. هذه احد الاطلالات الجميلة على احياء او حي بطحة قريش، جبل ثور او جزء من جبل ثور، ونشاهد الحرم المكي الشريف امامنا. كما قلنا يعتبر من الاحياء المميزة والقريب للحرم، يبعد عن الحرم مسافة 5 كيلو، وكما شاهدنا يوجد حافلات للتنقل، حافلات مكة للتنقل من وإلى الحرم المكي الشريف. ما شاء الله شاهدين أطلالة جميلة، لكن راح نغطيها إن شاء الله في حلقة قادمة. راح ننتقل معكم الآن إلى ملحق بطحة قريش، وإن شاء الله نشاهد إطلالات أجمل لهذا الحي وحي ملحق بطحة قريش. هذا جبل ثور، وراح ناخذ يوتير للرجوع إلى ملحق بطحة قريش. هذا الخزان، خزان بطحة قريش، تقريبا يغذي بطحة قريش وحي الكعكية و الشوقية تقريبا. الآن راح ناخذ يمين وننتقل إلى ملحق بطحة قريش والدائرة الرابع. أمامنا الآن الدائري الرابع، إذا أخذنا يمين راح نطلع على الدائري الرابع ونواصل على ملحق بطحة قريش. طبعا الدائري الرابع يفصل بين بطحة قريش والملحق. هذا ملحق بطحة قريش، ناخذ كذلك بطحة، ملحق بطحة قريش أحد الأماكن المميزة والهادئة، وتعتبر برضو من الأحياء الجديدة. ما شاء الله نشاهد صورة جميلة للحرم المكي الشريف وحي بطحة قريش وجبل ثور
من ملحق بطحة قريش، طبعا الدائري الرابع فاصل بيننا وبين هذه الصورة الجميلة. أحد المناظر الجميلة وأنت تسير في أحد شوارع مكة المكرمة وتشاهد مثل هذه المناظر الجميلة لساعة مكة. ما شاء الله، نشاهد هذه الصورة الجميلة لملحق بطحة قريش وحي بطحة قريش ومنطقة الحرم المكي الشريف وجزء من جبل عمر. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الحمد لله وجدت هذه الإطلالة الجميلة على أحياء مكة المكرمة، وخصوصا ملحق هذا ملحق بطحة قريش. وهذا بطحة قريش أمامنا، والدائري الرابع، ومنطقة الحرم المكي الشريف. ما شاء الله تبارك الله. جبل خندمة، وهنا جبل ثور. أتمنى أنكم استمتعتم معي في هذه التغطية، نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.